تتوالى حوادث القتل في وسط البحار والمحيطات حول العالم أخيراً، معظمها تنتهي بلقمة سائغة في فم أسماك القرش، ووقع ضحيتها عدد من الأشخاص من بينهم السائح الروسي الذي أثار جدلاً واسعاً في الأشهر الماضية بعد ابتلاعه من قبل قرش الغردقة في مصر. يزداد الحديث عن مدى خطورة هذه الكائنات مع كل حادث وإصابة، فتعلو الأصوات الخائفة من اقترابها من الشواطئ ومن احتمال تكرار المأساة. فما مدى خطورة هذه الأسماك مقارنة بالبشر؟ وهل تستمتع أسماك القرش بأكل لحوم البشر فعلاً؟ أوضح خبراء في معهد سميثسونيان لدراسة أسماك القرش أن البشر يستغلون حوالي ثلث الحيوانات سواء في الغذاء أو الأدوية أو لتربية الحيوانات الأليفة، ما يعرض نصفهم تقريباً لخطر الانقراض، وهذا ما يجعلنا أكثر خطورة بمئات المرات من الحيوانات المفترسة من بينها أسماك القرش. أشار الخبراء إلى أن عدد مرات هجوم أسماك القرش على الإنسان في محيطات العالم كافة لا تزيد عن 20 هجوماً في السنة، في حين يقتل الإنسان ما يعادل 300 سمكة قرش سنوياً. وأكثر ما يثير الدهشة أن هذه الأسماك لا تحب مذاق لحم الإنسان أساساً، إلا أن غرائزها تتحرك استجابة للمثيرات حولها كالدم والحركة المضطربة والروائح.